الناس فعلت الناس تعرفهم ما تعرفهمش وش جو يديروا هنايا انا سيد قداش يسحق يعني مريض معاق انعالج على مستشفى تيزي وزو وميرا قرزني اثني يعني كان صرا لي حادث مع فديدي صبر يعني في مستشفى ما تكلمتش فيه انا يعني شخصيا كان دخل معاق عندنا من برا دخل مختل عقليا معنا من برا تناوش معايا تقلب الطابلة هذه تاع المستشفى تاع الأكل قلبها في الله هكذا بقى دخلوا موراه ناس هكذا يعني لقاو الحالة هكذا كان السيد اللي كان معايا كان يعني صرات له حادث هكذا ثاني السل من الدم ولا ما نبعدش هكذا واسمه من بعد داروا لي الفيديو هذا بعثوه في فيسبوك الناس غرباء يعني المستشفى كامل ما نعرفهمش حتى انا شخصيا سيد قال لك انا اخوه يعني ما نعرفوش انا اصلا عندي اخويا يعني عندي خالتي وسيد قال لك انا اخوه ولازم ندو بومبيلونس ومنها هكذا يعني شي تاع المستشفى ماشي شي تاع الناس برا هكذا واسمه وانا نحتاج يعني رعايه خاصه لانني يعني في حاله خطيره جدا جدا يعني خرجت غير كيما من المستشفى كنت في العنايه المركزه مع المستشفى دويرة مدة شهرين يعني داروا لي عملية على مستوى تقرحات هادو ليزيس كاب يعني دار لي الدكتور أمغار أخصائيين كبار هكذا يقدروا يديروا لي العملية هادي من العملية هادي ما كملتش ما برات ليش هكذا صرات لي انفراكتور في البيت في المنزل تاعي كي خرجوني من المستشفى.